مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، قناة الشعب، قناة صوت لمن لا صوت له، قناة المظلومين وفتح المستور جميع الحقيقة. اليوم معنا شابة طنجاوية كما كتشوفوا، يعني عروسة شمالية، يعني جاش هنا مدينة جديدة كتقلب على خدمة، ولكن بذلك ملي فتحت لنا معاها المجال انها يعني الحمد لله شوف تيفي جابت لكم فرصة للزواج، انه يتزوج. هذه عروسة شمالية، بغات راجل يكون طويل وعنده اللحية، ونخليها هي تكمل لكم المواصفات اللي بغى فيها الراجل يعني باش يكمل معاها حياته. السلام عليكم خوتي المغاربة، كيف نتوما؟ بالحق انا بغيت نهضر، بغيت نشارك معكم الفكرة أول ديالي. حاجة بغينا نتعرف عليك بعد انتيا. انا من هنا من جديدة، وكبرت في طنجة، دوست بزاف الوقت في طنجة، كنت خدامة في طنجة، ومن بعد رجعت للجديدة، تزوجت وطلقت ورجعت للجديدة، عندي بنيتها ستيتوا، رجعت الجديدة كنقلب على خدمة، عملت بيعة وشرية، حتى حاجة ما مشات لي، في كل شيء مشى لي في الخسارة، يعني ما كاينش كيفاش. الظروف هنايا ما صعيبة، وطنجة انا خليت طنجة، طنجة حيت فيها الغلا وداكشي ما قدرتش نعيش فيها، ورجعت هنايا الجديدة، قلت جديدة زعما هنايا الكرا رخيص وهنا الناس مزيانين وهذا، بالحق ما لقيتش شي فرصة باش نعيش عيش كريم هنايا، جاني صعيب باش نعمل شي بيعة وشرية، عملت بيعة وشرية ما صدقليك شي داكشي. من بعد انايا جيت لهنايا ما بقيت عارفة شنو نعمل. يعني في بيع وشراء كاين شي ناس يعني اللي كيبغيو يشريو من عندك كيطمعوا فيها، كاين شحال من حاجة يعني كما بزاف كنعرفوا. الحوايج، بزاف الحوايج، انا كنت مع ما قدرش نقول لك، انا ما كنتش عاملة النقاب هيدا، ما كنتش عامله النقاب بالحق، من الناس فهمتي كيتحرشوا بيا بزاف، وبزاف الحوايج كانت عارض لهم هنا في الشارع المغربي، هنا في الشارع الدكاري، ماشي مغربي بالحق، مغاربه ماشي كاملين بحال حال. ملي جيت لهنايا كنحس بالتضيق، مع انا مزيونه فهمتي، ما كنبغيش الناس كيبقاو يشوفوا فيا، كيبغاو يستغلوا، كيبغاو يعملوا بزاف الحوايج فهمتي، قلت لهم نغطي راسي، نستر راسي. بالحق الخدمة، خدمة كتبغي تخدم في شي بلاصة كيقولك سير حيد الحوايج ديالك، انا بغيت نعمل شي بيع وشرية، الا كاين شي واحد ممكن يعني يعاون. كتمشي يمكن خاصها تكون مثلا ديك لاطاي ديالك، دوك الناس قدروا يطمعوا على يطمعوا فيك، فهمتي؟ اكيد الناس هنايا ما الناس كيبقاو يشوفوا فيك غير الصورة، ما كيشوفوش فيك شنو داخل. ايوا هذا ما كان، انا بغيت كما شي كنقولوا المزوق من براش كبارك من الداخل. داكشي اللي كاين، وانا دابا بغيت غير نخدم على راسي، نعمل شي بيعه وشريه، ما بقيت لاقيه باش نعيش هنايا في جديده، ودابا مكرهتش انايا شي راجل يتزوج بيا يسترني هيدا، كما كلشي كنعرفوا راجل. كتكون المرأة المطلقة كتكون يعني محتاجة هذاك العاطفة ديال الرجل، الحنان ديال الرجل، العلاقة الزوجية ديالو، المتعة الزوجية ديالها حتى هي كتكون محتاجة هادشي. بصح ايوا اش غنعمل، يعني كاين شي ناس كيقول لك يعني من نهار طلقتي واش عمرك في ستي عمرك درتي، لأن المرأة المطلقة كما كتعرفي. لا 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 الحمد لله، انا كنت كنخدم بالدراع ديالي، وانا تبارك الله انا قاريه، ماشي شي وحده اللي فهمتي، كنت كنخدم في ريستورات، كنت كنخدم في لي غستون كبارين، كنت كنعمل سيرفيس، كنت كنعمل كنخدم في لاكاس هيدا، خدمت في السوبر مارشي، عملت بزاف الخدمات، بالحق ما جابش الله فهمتي، الظروف الحياه صعيبه في طنجه، وقررت نرجع هنايا الجديده وسط الحباب ديالي، بالحق هنايا ما لقيتش، ما قدرتش نعيش هنايا، جاني صعيب الحال. علاش بالضبط اختاريتي راجل يكون يعني لحية ويكون يعني طويل؟ يعني علاش ايوا اخترتي هذا الراجل الموقف؟ الحال هذا شكون عنده الهيبه، ماشي بحال هاد العوام اللي كيدوروا دابا، شي راجل شكون عنده الهيبه وتكون عنده الطاوله ويكون عنده فهمتي، ماشي بحال هاد الرجال دابا غير الزبل، حاشاك، ماشي ماشي هما تا رجال، ما قدرش يحميو حتى يماهم، هذا يحميني انا، لا لا لا، انا بغيت شي راجل يكون سيدي ومولاي وود عائله. وما لقيتيه يعني بدك المواصفات اللي باغي، ولكن في علاقتكم الزوجيه لقيتيه يمشي بحال داك بحال داك الشيء اللي باغي انت؟ ايوا المظهر، هو والمظهر اللي غادي يبان به قدام الناس العمومين راه مزيان، اللي غادي يرضيني انا قدام الناس، وبينه وبينه راه هو يستر عليا وانا نستر عليه، علاش في شنو غيكون فيه كاع هذا الراجل، انا الدنيا هانيه شنو غيكون فيه. ايوا هذا الشيء ما كاين. يعني كاين بعض الناس كيسولوك على الماضي ديالك، شنو دوزتي، شنو ايوا الماضي ديالي حتى شي واحد ما من الحق ديالو يتدخل في الماضي ديالي، علاش شنو انت ربي اللي كتسول على هاد الاسئله، بغيتي تحاكمني؟ واحد قال لك اختي اللحية في القلب ماشي في لا 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 ماشي، هذيك هضره غير
هذا الانسان كيبان له على وجهه، الا كان ملتزم وكان متدين كيبان له على وجهه، على اللبس ديالو، على الحياه ديالو. ماشي واحد كيضربها بالسكره ويجي بوات المراه ديالو ويزبل فيها ويخليها ميته بالجوع هي والعوامل ديالها. انا ما متفقاش. يعني شي نهار طرات لك شي طريفه مع شي واحد كنتي معاه وتحرش بك، يعني طرات لك شي مره شي حاجه وخلاص وبزاف درنا. شنو شحال كيوقع لك؟ قدك؟ ايوا شحال قدك؟ بزاف بزاف الحوايج كنتعرض لهم بالبعد. انا غدا نحكيهم لك مهدي، حيت صعيبه صعيبه باش فهمتي. ما كنبغيش نعاود الحياه ديالي لاي واحد، ونقدر من هنا قدام نعاود. ما دابا انا تشردت هنايا، انا تشردت في هذه المدينه هذه. انا مشارده حاليا، انا والبنت ديالي، انا العائله ديالي، انا مشارده. ايوا كنتمنى الله زعما ندير شي حاجه ديال الماكله ولا شي حاجه ديال نبيع ونشري هنايا، باش نقدر نكمل الحياه ديالي بحالي بحال ديال الناس. ايوا هادشي يعني اللي كاين. كنشوف يعني ما قدرتيش، يعني كاين طرح عليك انك ديري يعني لي كونت يعني تيك توك يوتيوب، شتي ديري كبيس بحال هادوك اللي كيديروا. مقدر مستقبلا، حيت اذا ما لقيتش سند وما لقيتش. انا كيبان انه انا كنشوف داكشي انا في التليفونات، كنشوفها اذا البنات عاملين فلوس من تيك توك وعاملين فلوس من يوتيوب. واذا انا ما لقيتش الخير في الارض بحال بهذه الطريقه، ونعيش بسلام ونخدم خدمه عاديه ونكون مستوره بحالي بحال الناس، غادي يجي واحد الوقت اللي غادي نتفرقع انايا، وغادي نتعرى، وين غادي نخلي غنتحداهم كاملين، ما غيبقاش يبانو قدامي. ولكن كنتمنى ما نوصلش ديك المرحله، حيت ديك الشوهه انا ما نقدرش عليها، وانا عندي نفسي عزيزه وفهمتي. ما نقدرش نشوه براسي. يعني الكلمه الاخيره الناس كيتفرجوا فيك والمواصفات ديال الرجل اللي ايوا الكلمه الاخيره، قد ما الناس يقدروا يعاونوني باش نقدر نعيش انا والبنت ديالي مستورين، وندير شي بيعه وشريه هيدا باش نقدر حد دابا ما كيبغوش يخدموني، كيشوفوا فيا كيتخلعوا مني الناس، والناس كندوز من حداهم كيهربوا مني بحال انا فيا جدام. وبالنسبه للمواصفات ديال الرجل، ايوا الراجل ديالي انا قلت لك بغيت شي واحد اللي يكون همه وشاني، كان يكون بعدا فهمتي، يكون مقدر ويكون فهمتي راجل قوي، ويكون كيعرف بينه وبين الله، ويكون عنده الفلوس طبعا. واذا ما كانش هذا الشيء غير بلا ما فهمتي، بلا ما يحاول شي واحد فهمتي، شي واحد اللي منحط وهذا، بلا ما يوصل عندي. ايه هذا الشيء اللي كاين. مشاهدينا الكرام، كما سمعتوا السيده مبغا والو، قالت لكم المواصفات ديال الرجل ديالو، النمره ديالو راه غتلقاوها في العنوان في اول كومونتير. وبهذا مشاهدينا الكرام، تلقاو معكم في بث مباشر اخر في امان الله، الى اللقاء.